Assalamu alaikum. in today's lesson we are going to cover the concept of yalin yalin means when ya is coming with a fatha before it if there is a yasakina after a fatha it is called yalin and it gives i sound let's practice this with the help of examples you can read after me ألف يا فتحة أي با يا فتحة بي تا يا فتحة تي سا يا فتحة سي جيم يا فتحة جي حي يا فتح حي خايا فتح خي دال يا فتح دي ذال يا فتح ذي را يا فتح ري زاي يا فتح زي. سين يا فتح سي. شين يا فتح شي. صاد يا فتح صي. ضاد يا فتح ضي. طا يا فتح طي ظا يا فتح ظي عين يا فتح عي غين يا فتح غي فا يا فتح في قاف يا فتح قي. كاف يا فتح كي. لام يا فتح لي. ميم يا فتح مي. نون يا فتح ني. واو يا فتحة وي ها يا فتحة هي همزة يا فتحة اي يا يا فتحة يي